تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. في بداية البرنامج نرحب بطاقم البرنامج، معنا اليوم في التنسيق أحمد سلامة، صبحك الله بالخير أحمد، وكل التحية لمخرجنا المبدع ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العريف. صبحك الله بالخير دكتورة ندى الملا، عشان ما تقولي خلص البرنامج. صباح الورد، صباح الجمال، صباح الثلاثاء الجميل، نحب يوم الثلاثاء لأن يوم هادي في نص الأسبوع، فنصبح عليكم الخير ونذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب على الإنستغرام موجودين صح؟ موجودين. اللي يبغى يتواصل ويانا يتواصل معنا مثل ما نقول دائما من بداية البرنامج، عشان يكون في مجال نجاوب على الأسئلة، ويعني يكون في مجال للنقاش، مو بآخر ربع ساعة بعدين صعب نجاوب على الأسئلة، خصوصا في أسئلة وايد مهمة توصلنا ترى منكم ونبغى نعطيها حقها في الرد. جميل، إذا هذه دعوة للتواصل معنا، اللي عنده أي شكوى، عنده أي ملاحظة، عنده أي اقتراح. ليش تبتدي بالشكوى؟ ليش بتقول شكر؟ يعني اللي عنده شكر بعد يطرش. إيه شكر، شكوى، ملاحظة، اقتراح، كل شيء. اللي عنده شكر واللي عنده شكر بعد. إنزين يطرش لنا. إن شاء الله. يقول لك أكدت دراسة جرت في فرنسا أن التلوث الناجم عن حركة المرور قرب المنازل ولا سيما انبعاث البنزين يضاعف من مخاطر إصابة الأطفال ببعض أنواع سرطان الدم اللوكيميا. وقال المعهد القومي الأمريكي لعلاج الأورام أن اللوكيميا أشيع أنواع السرطان التي تصيب الأطفال تحت سن 15 سنة. دينيس هيمون من المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية في باريس والمشارك في البحث يقول أن هذه الدراسة وبحوث أخرى أشارت إلى وجود أدلة تربط بين الانبعاثات الناجمة عن حركة المرور بالشوارع وإصابة الأطفال باللوكيميا. ويقول يعني أن هذه الدراسة شملت 2760 حالة إصابة باللوكيميا بين الأطفال في فرنسا بالمقارنة مع 30,000 طفل من غير المصابين بالمرض، وجرت بين سنة 2002 و2007. تضمنت الدراسة يعني عناوين المنازل بالتفصيل لتحديد المواقع الخاصة بحركة المرور وقربها من الشوارع، علاوة على تركيز البنزين. الأطفال اللي تم اختارهم يقيمون على مسافة تبعد ما بين 500 متر أو أكثر عن حركة المرور كعينة قياسية، لأنهم أقل تعرضا لهذا التلوث، والأطفال اللي يقيمون على مسافة 150 متر الخطر. الوكالة الأمريكية للحماية البيئية تقول أن التعرض للبنزين على المدى القصير يسبب الخمول والدوار والصداع وتهيج العين والبشرة والجهاز التنفسي، فيما يتسبب التعرض لاستنشاقه على المدى الطويل في مواقع العمل اضطرابات في الدم، منها انخفاض عدد كريات الدم الحمراء والأنيميا. الحين أمهات بيخافون بيتموا يقسمون مسافة بين الشارع وبين بيوتهم. لا، الدراسة تتركز على أن التعرض الكبير لفترات طويلة للغازات السامة، طبعا كنا نعرف أن الغازات اللي تصدر عن السيارات عبارة عن غازات سامة لأنها عبارة عن احتراق البنزين وبس. هذه رسالة مو بس للناس اللي ساكنين جريب من الشارع، للمدخنين. السيجارة نفسها فيها نفس المكونات اللي تصدر عن احتراق البنزين، فيها نيكوتين، فيها غازات سامة. فتخيل ان انت يعني لو انت تسكن عيالك بعيد عن الشارع مسافة 500 متر فما اكثر، ولكن تدخن في البيت
معناه ان انت تنقلهم نفس المواد المحترقه السامه اللي تعرضونها لو كانوا ساكنين قريب من الشارع. ادري ربط الموضوع شوي غريب استوى، بس لان الفكره ان الطفل يتضرر في هالحاله طبعا بتعرضه لهالمواد الكيماويه السامه اللي تكون موجوده سواء من احتراق البنزين او سواء من دخان السجائر. طيب الله يعين اللي يشتغلون محطات. انا دائما اقول انا مسيح هناك دائما اقول ليش ما تلبسون ماسك؟ او انا ما نحب الماسك. يحطون لهم ماسك، هم يحبون يلبسون. هم ترى لما سالتهم قلت لهم ليش ما تلبسون ماسك يقولون احنا ما نحب الماسك نضايق منه. يعني المفروض يلبسون. والله محمد قبل كانوا عاملين مثل مبادره جميله ان الواحد ينزل بروحه يصب البترول. بعدها موجودة بعض المحط بعض المحطات صحيح ولا وقفوها؟ موجودة بعض المحطات أظني وقفت، يعني كانوا عاملين على الأقل الفترة المسائية. اي نعم صح صح صح. ما أدري ليش نحن برا إذا نسافر عادي عندنا ما منصب بترول وما نسوي وكل شيء، بس هني يوم يوم يومني عندنا الموضوع يطبق في البلاد ما يرضون. مو ما يقولك هني حر ما في منزل من السيارة. ناصر يقول برستيجك ما يساعد. تعرف محمود هي الثقافة هناك كل الناس ترى تنزل وتسوي فتحس إنه عادي. هني الناس يبال فترة تتعود عليه عقب يسوي عادي ترى. والله أنا مع أن المفروض أنه ما يكون في عمال في محطات البترول لأن مسألة والله خطيرة، يعني ممكن تأثر على صحتهم تأثر على كل موضوع. غير الحر وقف في الحر في الفترات الساعات الطويلة، يعني أنت شوي بطل بس تسوي زحمة بعد. نحن عندنا يعني العمال موجودين وهذا بعد زحمة. المحطة زحمة؟ هي طيب الحين تغير رايح ما يبي. لا ترى هي في أنا أطرح جميع الجوانب اللي خاصة هو ممكن يوقفون العمال ولكن لازم يلتزمون بعناصر السلامة، يعني مثلا الماسك. مثلا ممكن أنا مرة اقترحت على محطات البترول قلت لهم مثلا بدلوا، يعني مثلا ادخلوا العامل واقف برا 8 ساعات وهم تقريبا دوام 8 ساعات واقف برا يتعرض ويتنشق وفي الحر، يعني مثلا خلوا كل 3 ساعات يتبدل، مثلا يدخل داخل يسوي شيء مثلا في عندهم ترى روتيشن يعني إيه يدورون، يعني عشان ما يتم واقف برا متعرض فترة طويلة. نفس نفس شغلة السكيورتي. أنا طبعا أحب ما أحب أتدخل يعني، بس أنا لو في كلمة لازم أقولها، مثلا ما أروح مكان ألاقي سكيورتي واقف أو رجل أمن يوقف ساعات، فأقول له يعني هالوقفة الطويلة ممكن تسوي دوالي؟ يقول لا دكتورة إحنا شي سوينا كل ساعتين نبدل، نصير نيلس ربع ساعة وحد ثاني يوقف مكانه أو نص ساعة، فيستوي تبديل عشان يحمون يعني يحمي الموظف من إصابة بالأمراض خلال العمل. وهذه شغلة مهمة. بعدين سكرتي يعني هذا ريال يعني بس يوقف 6 ساعات قوي. محمود وايد مسكين يعني فعلا يصوم دوالي في الأقدام، بس فعلا مكان أنا سرته قال لا يسوونا روتيشن، فلازم حتى ما اللي يشتغلوا في محطات البترول عشان بعد الاستنشاق، وحتى ترى العيون تتأثر من الغاز حتى لو لبس هو كمام، حتى عينه معرضة ترى من عوادم السيارات واحتراق البنزين. طيب نحن عموما مستمرين معاكم، يمكن عقب الفاصل بناخذ حملة توعوية بمستشفى راشد بمناسبة الأسبوع العالمي لسلامة المرضى. شو يعني الأسبوع العالمي لسلامة المرضى؟ شو الحملة هذه؟ شو الأهداف؟ كلها ما نتعرف عليها إن شاء الله بعد الفاصل مع الأخت جوليانا عبود مدير مكتب الجودة في مستشفى راشد. فاصل وراجعين. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. صح عشان أكح يعني. شكرا شكرا قلبك، شكرا وقلب المستمعين. إن شاء الله هذا من تأثير الجو والغبار. أرقام التواصل 600-551-414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. ليش زعلانة؟ ها منو زعلان أنا؟ أنت لا أنا باكح ما أقدر أكح. كحي عادي مسموح لك دكتورة. مسموح كل شيء مسموح لك أنت. باكر بيكح بيقول هي عادتني أعرف السالفة. قول عن سلامة المرضى. بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى نظم مستشفى راشد يوم أمس حملة توعوية حول سلامة المرضى، شارك بها عدد من الأطباء والممرضين والإداريين ومختلف الفئات الوظيفية في المستشفى. نحن معنا في الاستوديو الأستاذة جوليانا عبود مدير مكتب الجودة في مستشفى راشد. صباحك الله بالخير. صباح النور. صباحك ورد أختي جوليانا وحياك الله في الاستوديو. أول شيء شو اليوم العالمي لسلامة المرضى؟ شو يعني اليوم العالمي لسلامة المرضى؟ نحن من أهم أولويات مستشفى راشد بالإضافة لتقديم أفضل الممارسات الطبية هي سلامة المرضى. صحيح.
وهيدا الأسبوع بيصادف اليوم العالمي لتوعية العاملين بالقطاع الصحي عن سلامة المرضى. هيدي المبادرة أطلقتها منظمة تطوير الصحة العالمية Institute of Healthcare Improvement ومؤسسة سلامة المرضى National Patient Safety Foundation، وبيشارك فيها مستشفيات من كل أنحاء العالم. فمن هيدا المنطلق قرر مستشفى راشد ومكتب الجودة يشارك بهيدا الحدث ويوعي العاملين في القطاع الصحي والموظفين طبعا مستشفى راشد بالأخص عن الأفضل الممارسات اللي عم نطبقها بالمستشفى لضمان سلامة المرضى وتقليل الأخطاء الطبية اللي ممكن تحصل. أنت شو تسوون؟ شو مفهوم سلامة المرضى عندكم دكتورة في المراكز الرعاية؟ طبعاً محمود سلامة المرضى شيء دائم إحنا عندنا، يعني ما مو في كل الهيئة، طبعاً سلامة المرضى شيء دائم نمارسه كل يوم، من حيث سلامة مثلاً تقليل مخاطر السقوط، سلامة معلومات الطبية، سرية معلومات المريض، الحملات اللي نسويها للوقاية والكشف المبكرة كلها تنصب في سلامة المريض. جميل. الأنشطة والفعاليات اللي سويتوها جوليانا واللي تضمنتها هذه الحملة اللي أقمتوها في مستشفى راشد شو هي كانت؟ نحن عملنا عدة أنشطة على مدار الأسبوع. فبلشنا أول يوم بهيدي الحملة كان نهار الأحد الماضي، وعملنا شيء اسمه كويز ترولي أو عربة الأسئلة. جميل. ومن خلالها كان هدفنا نوصل لكل العاملين بالمستشفى لمقر عملهم. فقام الموظفين مكتب الجودة بالذهاب للديبارتمنت أو الأقسام وصاروا يطرحوا عليهم أسئلة خاصة بال سلامة المرضى والإجراءات اللي نحن عم نتبعها. والفائزين وجاوبوا صح على الأسئلة كانوا يحصلوا على جوائز هي رمزية بس معنوية كمان. رمزية سيارة يعني تليفون. طيب شو حجم الإقبال والتفاعل مع الحملة كان معاكم؟ بالنسبة لهيدا النشاط كان في إقبال كتير، لأنه أول مرة منلاحظ كمان الدكاترة تفاعلوا معنا فشاركوا بهالحملة، واللي شجعنا كمان أكتر أنه المرضى كانوا جربوا يجاوبوا على الأسئلة وكانوا كتير سعيدين بهيدي المبادرة. وحتى واحد من المريض قال أنه إذا الموظفين كانوا سعيدين ف بيهتموا فيهم أكثر. أكيد. فنحن كنا سعيدين بهذا. هاي نقطة مهمة، إذا كانوا الموظفين سعداء العملاء بيكونون مستانسين. طبعا ده علشان شيء دائما احنا نحرص على سعادة الموظف في العمل، لأن لما يكون عندك موظف سعيد ينعكس على خدمته وعلى أدائه في العمل، فهذه نقطة جدا مهمة. وهذا اللي تسعوا له دائما أنتم كذلك من خلال مكتب الجودة. أنا أبغي أتعرف على الدور والمهام اللي تقومون به في قسم الجودة بمستشفى راشد بشكل عام، شو أبرز المهام اللي أنتم تسوونه؟ قبل ما نبلش به السؤال حب كفي لك البروغرام، لأن كان عندنا بروغرام للأسبوع الكامل إذا بتسمع. هلا باليوم الثاني اللي هو صادف مبارح كان في عنا حملة توعية بحضور المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات الدكتور أحمد بن كلبان. وهيدا خلال هيدا اليوم صار عنا عدة محطات توعية، فكان في محطة عن الملف الطبي اللي اعتمد مؤخرا سلامة، وكمان عن الوقاية من الالتهابات من خلال تنظيف اليد وأهم بسلامة المرضى، كمان عن سلامة الأدوية، وكمان على الإجراءات المتبعة بالمختبرات لضمان سلامة المرضى من خلال سحب الدم. وكمان بالنسبة لأهداف سلامة المرضى الدولية المعتمدة. صحيح. وما نسينا أبدا الموظفين. فكان في عنا محطة تعنى بسلامة الموظفين. جميل. أستاذة جوليانا، أنت ركزتي من ضمن الكلام على أهمية نظافة اليد. طبعا المرضى أعتقد مدشون أي منشأة هيئة الصحة بدبي دائما يشوفون في بوسترات موجودة عن أهمية نظافة اليد، فليش إحنا دائما نشدد؟ نبغى نشرح لهم ليش تشدد الهيئة أن المتعامل والموظف نفسه اثنيناتهم يتبعون خطوات غسيل اليد. لأنه نظافة اليد هي من الأسباب الأساسية لا يلتقط أي عدوى المريض. صحيح. خلال
الإجراءات الطبية، لأنه كتير مرات نحن منقدم البست أفضل ممارسة طبية صحيح. بس لسبب بسيط ما حد واحد من الموظفين ما غسل إيده صحيح. وهي ومسك المريض أو وضع إيده على الانفايرمنت أو السيراوندينج تبع المريض فممكن يسبب التقاط عدوي للمريض وفي مضاعفات تصير معه. ما جاوبتين على سؤالي شو هو؟ نسيت الحين تجاوبين على الأسئلة مثل ما أنت تبغين. كنا نتكلم عن المهام والدور اللي تقومون فيها في قسم الجودة. هلا عنا كتير مهام، لأن شوفي أقسام الجودة معروفة هي شو تسوي، لكن في المستشفيات نحن ما نعرف شو الأشياء اللي أنتوا تركزون عليها. ولا يهمك، في نحن بنعمل كتير مهام، عنا كتير مهمات، بس من أهم المهام تبع مكتب الجودة هي أول شيء نطبق الاعتمادات الدولية المتبعة لنضمن أفضل الإجراءات للمرضى. فعنا الجوينت كوميشن انترناشونال اكريديتيشن بمستشفى GCI، وكمان برامج التميز الحكومي، فنشتغل على معايير النجوم العالمي وبرنامج دبي الأداء الحكومي المتميز صحيح. فهودي من أهم الأشياء المتبعة. بلس في اعتمادات تانية عم نشتغل عليهم مع على صعيد الهيئة، وكمان نحن مطلوب منا وضع الإجراءات والسياسات والإجراءات الخاصة بمستشفى راشد، ومش بس وضعها ومفروض علينا ننفذها ونراقب تنفيذها. وكمان منراقب إداء المستشفى والأقسام من خلال الانديكيترز أو مؤشرات الأداء، وإذا حسينا في تغيير أو هيدا منوضع خطة تحسينية لصعيد القسم أو صعيد المستشفى. كمان من مهامنا تحديد ومتابعة المخاطر اللي ممكن تحدث بالمستشفى، وإذا وتحليل ومتابعة الأخطاء الطبية إذا حدثت. فكل خطأ طبي بيصير في تحليل عليه ومتابعة مشان ما يرجع يتكرر مرة تانية. طيب تفضلي. وبالتدقيق الدوري أكيد والتعليم والهالأشياء. جميل. أنا هني بقرأ هذه الرسالة من سيف الهرمودي، يقول السلام عليكم. في المستشفيات لا يغركم هدوء الممرات ورائحة المعقمات، فخلف تلك الأبواب أرواح تضج بالأوجاع. اللهم اشفي كل مريض لا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين إن شاء الله. هني ميرا أبغيك تتصلين في الريال إذا يطلع ويانا على الهواء، لأنا أبغي أعرف شو الشكوى، لأن يقول كلام فاضي. روح شوف قسم العناية 29 بتعرف أن كلامهم فاضي. قسم العناية 29 هني إذا 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 موجود معانا يطلع بس يشرح لي شو اللي شافه، شو اللي يسوونه. وهني مكتب الجودة هم وظيفتهم التدقيق، وظيفتهم كذا، موجودين معانا وبيأخذون إذا 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 في شكوى معينة أو شيء معين توضح لنا على الهواء. بعدنا عندنا 3 دقائق إذا يقدر يطلع معانا. الحمد لله رب العالمين، جميع أمورنا عالمية ولله الحمد. شكرا على المتابعة. منكم أخوكم أبو برعي. جزاك الله خير أبو برعي، ما تقصر على الرسائل الإيجابية. 29 أي قسم هذا فيهم تذكرينه؟ صراحة لا أنت عموما خلني أتذكر أنا لأن أتذكر إن في أقسام العناية حاليا دكتورة يعني من صار في تغييرات من 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 واقع تجربة يعني الله لا يراويكم أي مكروه في أي عزيز، ولكن بصراحة الناس ما يعرفون إني أنا في الهيئة أو إني أنا داوم معاهم أو كذا. كنت أبغي بس أشوف المسألة كيف تمشي، والله الحمد يعني في مستشفى راشد اهتمام بشكل كبير. دكتورة كان يعني الله يشافي ويعافي الوالد، ما شفت يعني تقصير عليه في أي شيء، اللهم لك الحمد. من دخل إلي ما طلع أنا استغربت الصراحة، يعني قلت ما أبغى أقول لأن شهادتي مجروحة في تقديم العناية وكذا، ولكن اللي شفته صراحة شيء جميل جدا. قبل كنت أتكلم عنه لكن لما عايشته شيء رائع. بالضبط صح. ها بيطلع ويانا ميرا؟ لأن ما عندنا وقت، ما بيطلع. إذا خلي يطرش للتفاصيل عيل، خلي يبعث لنا التفاصيل عن الموضوع هذا وناخذه. ما سمعت؟ أي
لا من شوية سمعتك. لا نحن عطول عطول منشجع إذا أي حدا شاهد شيء مخالفة أو هيدا يبلغ عنا ونحن من نعمل الإجراءات اللازمة. طيب هذا بيعطينا رقم لأنه يقول يعني عنده ما في مشكلة عنده حالة نحن موضوع حالة إنسانية خاصة ما يقدر يطلع من خلاله على الهواء ولكن ناخذ كل التفاصيل عنه ما في مشكلة إن شاء الله نقدر نساعده ونرد جواب عنه. ليش لا وإذا كان في أي تقصير بالعكس يعني هذه فرصة للتحسين لتحسين الخدمات مثل ما قلنا نحن هيدا مهمنا للتدقيق. لكن بما أني أنا قريت المسج يعني سامحني بضطر أني أنا حتى بشوف الرسالة بعد ما هذا تعطيني التفاصيل بضطر أني أنا أذكر صار كذا 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 كذا. إذا كان المستشفى مقصر فمنقول أن المستشفى مقصر وإذا كان هنالك يعني سوء فهم من قبل العميل بعد كذلك ما نتكلم في هذا الموضوع. أستاذة جولياني نحن شاكرين لك يعني تواجدت معنا شاكرين هذه الشفافية في الطرح شكرا كذلك شكرا. ونتمنى لكم التوفيق. طيب هني يقول موضوع غسيل اليدين مهم بس الإفراط في استخدام المعقمات والصابون يؤثر سلبا على اليد صح الإفراط يؤثر طبعا. انزين يسعد صباحكم برنامجكم من أهم برامج التوعوية الصحية المهمة لذا لو تقدمون أي جوائز رمزية لتشجيع الجماهير المتابعين وزيادة عدد المتابعين مجرد اقتراح إن شاء الله دكتورة بتوفر لنا جوائز. توني بقول محمود بيقدم لكم الجوائز بعدها شوية ما شاء الله يعني تستلمين الدكاترة وايد عندك طيب. 6 مستشفيات و5 عيادات خاصة هي. كلها تحت اسمي أنا حالكم طيب نطلع فاصل بعد الفاصل بنتكلم عن معرض التوظيف اللي يقام حاليا في المركز التجاري معرض الإمارات للوظائف وطبعا هذا المعرض الدخول فقط لمواطني دولة الإمارات. طيب المعرض بيستمر إن شاء الله لين متى دكتورة؟ بيستمر لين ما أعرف لين متى بيكون إن شاء الله أعتقد لين يوم الخميس. المهم التفاصيل كلها بتكون مع زميلنا فارس المازمي رئيس قسم التوظيف في هيئة الصحة بدبي التخطيط والتوظيف شيء اسمه ايوه انزين وايضا بنحاول نتواصل مع الاخت آمنة السويدي كذلك عبر الهاتف ان شاء الله مدير إدارة الموارد البشرية. فاصل وراجعين. صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا مارو ما أقول تهدز الميكروفوني بعيد 600-551-414 ورسائل النصية على 4006 موجودين نايف على نور دبي على الإنستغرام. إذا شفتوني اختفيت فمحمود قاعد يلعب في المايك مالي. وش لي أنا في المايك مالت؟ اشتراني عايبنا المايك عموما تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات مركز معرض الإمارات للوظائف في دورته 18 بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة لتوفير مئات الشواغل الوظيفية للباحثين عن العمل. طيب هيئة الصحة بدبي بتكون متواجدة في هذا الحدث على مدار 3 أيام يعني في فرص وظيفية في مختلف القطاعات ما نتعرف على هذه المشاركة. ما أدري آمنة موجودة معانا على الهواء زين نحن ليه ما تطلع معانا آمنة خلينا موجودة. طيب أستاذة آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي موجودة معانا عبر الهاتف من موقع الحدث. نحن أيضا في الاستوديو معانا الأستاذ فارس المازمي رئيس قسم التخطيط والتوظيف. صباحك الله بالخير بعد فارس. صباحك الله بالنور. صباحك الله بالخير آمنة. صباح الخير والنور. مرحبتين. عاد سامحوني أنا بدخل معاكم أنتوا الاثنين ويا بعض لكن ما نبتدي مع أستاذة آمنة بحكم أن هي يعني هي أولا سيدة وثانيا مديرتك
زين، نتعرف على مشاركتكم في هذا الحدث والوظائف المتاحة من قبلكم لهذا العام، فياريت تتكلمينا بما أنك أنت متواجدة الحين في موقع الحدث، خبرينا وش الأجواء الموجودة وشو الأشياء اللي حاطينها في خلال هذه المشاركة. أشكرك أخ محمود، مشكرين على هالتغطية. إحنا في هيئة الصحة حريصين طبعاً على استقطاب الكوادر الوطنية من خريجي الجامعات في الدولة، ودائماً حريصين على المشاركة بشكل دائم في مركز تجارة معرض التوظيف. يمكن هاي السنة طلعنا شوي بمبادرة مختلفة نوعاً ما بمناسبة عام زايد، طلعنا بمبادرة مجتمعية لتشجيع الباحثين عن عمل بالتعاون طبعا مع لينكدإن بإعداد سيرة ذاتية مناسبة، البحث عن الوظيفة المناسبة لهم، كيفية الاستعداد لعمل المقابلات، وأيضا تقديم أي استشارات يحتاجونها. نعم. هذه احنا سميناها عيادة HR، HR كلينك، بيشوفونها على منصتنا. جميل. احنا بعد عندنا بعض الوظائف اللي نستقطبها من المعرض، اللي منها مثلا وظائف طب المساند سواء مختبرات او اشعه او تغذيه او صيدله، كذلك بعض الوظائف الاداريه. يمكن نتكلم على المزايا الخاصه بالوظائف، الحوافز اهم شيء. اهم شيء البيزات محمود بيقول لك الحين. هو طبعا عنصر جذب في اي وظيفه. استاذه امنه، دكتوره صباح الورد، صباح الورد. استاذه امنه يعني توا بعد دكتوره ندى قالت بتبرع بجوائز للبرنامج حق المستمعين. للمستمعين مو اللي يدورون وظائف في الهيئه. ممكن بعد هاي مثلا وزع جوائز، هناك تسوي مسابقات. دكتوره والله كل تذوق. احنا طبعا محمود تعرف عندنا مسارات مهنيه واضحه للموظفين في الكادر الطبي والطب المساند والتمريض. يتدرج فيها الموظف خلال عمله بالهيئه من يعني درجه اعلى بناء على الكفاءات والخبرات والمتطلبات المهنيه المطلوبه. صحيح. اذا بنتكلم من درجه لدرجه طبعا فيها يعني كومبوزيشن، يعني راتب اعلى مع المزايا الوظيفيه الخاصه بالدرجه. حابين نذكركم قبل يومين كان بعد عندنا برنامج بكم نفتخر، فهذا برنامج ما شاء الله يرعاه سمو الشيخ حمدان بن راشد رئيس الهيئه. صحيح. لتكريم وتحفيز جميع الموظفين المتميزين في هيئة الصحة. احنا نتكلم على جوائز تميز فردي، فرق عمل، إدارات، نتكلم على بعد بحوث ودراسات، نتكلم على تحصيل علمي، نتكلم على موظفين اللي كملوا 30 عاما معانا، وبعد بعض التكريم الخاص للإنجازات اللي هي عن العام السابق. نعم. كرمنا تقريبا أكثر عن 600 موظف من نخبة موظفين في هيئة الصحة. صحيح صحيح. عندنا كذلك ميثاق السعادة والإيجابية، سيرة سنين السعادة، طلعت منها تقريبا، احنا يحتوي على 50 مبادرة. نعم. طلعت منها العديد من المبادرات خلال العامين اللي فاتن، وهاي السنة بعد بيكون فيها مبادرات أكثر إن شاء الله لتشجيع بيئة العمل إيجابية وتحفيز تشجيع الموظفين. جميل. أستاذة أمنة، شو توقعاتكم إقبال يكون على وظائف هيئة الصحة اليوم؟ إحنا يعني المتوقع من الاستقبال في هذا المعرض خريجين الجامعات في وظائف إدارية مثلاً التميز، الاستراتيجية، العلاقات العامة. نعم. أو موظفين خدمات المتعاملين، بالإضافة إلى خريجين اللي هم الطب المساند، إحنا نقول هم في الصيدلة. نعم. المختبرات، الأشعة، التغذية. يعني هاي الوظائف اللي تقريباً نستقطب منها. يعني إحنا يمكن السنة اللي فاتت عيننا حوالي 30 واحد من المعارض المختلفة اللي اشتركنا فيها. جميل. طيب نحن شاكرين لك أستاذ عمنا، أدري أنه عندك أنت العديد من المهام، لكن نكمل الحوار هذا مع الأخ فارس المازمي بيعطينا تفاصيل أكثر، ترى هو مو هذا ويانا في الإذاعة يعني مستأذن يعني، ها بس عشان تعرفين. احنا مرخصين، احنا قايلين لي مثلنا عندكم. ما تقصرين، ما تقصرين اختي عمنا، شكرا لك. شكرا، ما قصرت، الله يقويكم. شكرا لك، نهارك سعيد. طيب اخوي فارس، يعني انت كنت موجود معانا ايضا في اروقه الاذاعه لما كنا نتكلم مع الاخت جوليانا، تحدثت عن مساله جدا مهمه اللي هي ان سعاده الموظف تنعكس بشكل كبير على سعاده العملاء. الأخت آمنة تحدثت عن الكثير من المواضيع اللي أنتم تساهمون فيها في إدارة الموارد البشرية لتوفير
حياة وظيفية سعيدة للموظف. إنزين الحين أبغى أتكلم أنا عن المبادرات اللي تتبنونها لجذب العنصر المواطن للوظائف الطبية، الحوافز اللي توفرها هذه المبادرات، الشغلات اللي ممكن من خلالها تشكل عناصر جذب للمواطنين. نتكلم أول شيء عن جذب المواطنين عن طريق المعرض على سبيل المثال. نعم. الحين على شكل أن نحن بعدين في معرض التوظيف حاليا. طبعا مثل ما تعرف معرض التوظيف هي نفس مناسبة سنوية تكون موجودة حق الطلبة الخريجين حتى أصحاب الخبرة اللي يدورون على وظائف. نعم. أو حتى خريجين الثانوية نفسهم. فالحين أنت عندك نحن هيئة الصحة بحكم أن نحن هيئة طبية أو نركز على الطب بشكل عام أو الطب المساندة والتمريض، عندنا برامج مثل ما ذكرتها الأستاذة أمل هو برنامج طب علوم على سبيل المثال. أنت عندك وايد من خريجين الثانوية يمكن يروحون على المجال الطبي. صحيح. بيحتاجون دعم. دعم الهيئة بيكون لهم عن طريق كافة التخصصات، يمكن التخصص الطبي إذا كان بيدخل برنامج للطب أو حتى للطب المساند اللي هو يمكن من أكثر الوظائف اللي نحن وظفنا فيها السنة اللي طافت من طريق المعرض كان الطب المساند. صحيح. وحتى التمريض على سبيل المثال. فبرنامج سبونسرشيب شغال لهم. يا التمريض هذا اللي يتوطن والله. دشوا يا مواطنين والله حاطين لكم حوافز جميلة. في حوافز موجودة. وايد مستقبل جميل، مستقبل وظيفي رائع. في دعم لهم وبالعكس نفتخر بكوادرنا في 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 مجال التمريض نحن في الهيئة لهم خصوصا الكادر الوطني فيه. صحيح. يعني. صحيح. طيب آليات وشروط التقدم لهذه الوظائف. محمد طبعا مثل ما تعرفوا المعرض خاص لمواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة. آليات وشروط مثل ما قلت لك المعرض مفتوح إذا أنت كنت خريج، إذا أنت كنت ذو خبرة، أو حتى إذا أنت كنت طالب ثانوية عامة. جميل. نحن في الوقت الحالي نركز على الكور بزنس مالنا اللي هو الأمور الطبية. نعم. يعني إذا أنت كنت خريج طب أو أو ناوي تدرس طب أو حتى متخرج لطب مساند أو تمريض نحن حابين أنك تتقدم عندنا في عن طريق الهيئة. العام الماضي تقريبا قابلنا أكثر من 100 مواطن عن طريق المعرض فقط، كانوا عينا منهم فوق 30 موظف وأغلبيتهم كانوا من عن طريق اللي هم عن سوري أغلبيتهم كانوا من الطب المساند مثل ما ذكرت. نعم. نعم. فشروط التقديم هي يكون أنه يكون مواطنين الدولة أول شيء، وبعدها إن شاء الله باقي الأمور تكون عن طريق المقابلة إن شاء الله. أستاذ فارس أعتقد النقطة المميزة اللي أنت ذكرتها أن مو الناس فكرتها أن معرض التوظيف معنا لازم أقول أنه متخرج من الجامعة وأدور عن وظيفة وأسير. فأنتوا قاعد تركزون قبل أصلا دخول الجامعة واختيار التخصص. أنا كخريج ثانوية عامة يمكن ما أعرف أنا شو أبغى أتخصص، أبغى أروح في المجال الصحي بس ما عندي فكرة. فأنتوا توفرون مثل هالدعم، يعني توضحون له شو التخصصات الموجودة سواء كان الطب نفسه، تمريض، الخدمات المساندة والسبونسرشيب. هاي نقطة مهمة، هاي رسالة نبغى الكل يسمعها. إذا عندكم عيال في الثانوية العامة بيتخرجون خلي يروحوا معرض التوظيف ويتعرفون على الفرص الموجودة. هذا الكلينك اللي تكلمت عنه اختيامنا أبغى تفاصيل أكثر. عيادة هي مرت عليه على السريع. نعم. عيادة الإتشار محمود هي فكرة جديدة. نحن ما تعرفون العيادة هي كل يعرف أنها عيادة عبارة عن عيادة الطب أنها عالج شذي. هالعيادة تسميناها DHHR كلينك اللي هي خاصة بالموارد البشرية. مش شرط أنت تكون خريج طب، حتى لو تكون خريج هندسة، حتى لو تكون خريج أي تخصص ثاني. تقدر تي العيادة هذه يشوفون السي في مالك هل هو مناسب ولا لا. لأن في وايد ناس يمكن يكون من أسباب أنهم ما لهم وظائف أن السي في مالها مش صحيح. مش موفرين مواقع قوة لهم فيها. في أمور ثانية حتى استشارات للموارد البشرية بالتعاون مع لينكدين. لينكدين موجودين بالتعاون مع الإتشار يعطون نصائح للمواطن هذا أنه كيف يتعامل حتى في المقابلات. صحيح. مع الدوائر هذه كيف يرد على كامل. كامل نعم. وأي استشارة حتى في الموارد البشرية محمود، بالإضافة إلى أنا أشوف السي في مالك، أنا أقول لك أنت أي تخصص مناسب لك أنت أنك تشتغل فيه. جميل. أي تخصص قريب لشغلك. هي نعم. وحتى طريقة البادي لانجويج تفرق وايد في المقابلة. لغة الجسد، طريقة الجلوس، المشي. أيوة. حركة اليد. فنحن موفرين شخصين، شخص من لينكدين اللي هم مختصين خبرات في التوظيف، وشخص من عندنا نحن في الهيئة في فريق التوظيف حتى يقدر يكلمه أو ينصحه عن طريق كيف يقدم على الوظيفة والأمور هذه. سامحيني دكتور في مجموعة أسئلة. مرحبا ندى محمود، حالكم؟ لفترة ما سمعتكم. عموما بغيت أسأل الأستاذ فارس، هل نقدر نشيل السي في مال حد غيرنا؟ حد ثاني يعني غيرنا؟ إيه طبعا طبعا. تبغى تقدم عن أي حد أصلا التقديم عندنا مش عن طريق السي في على فكرة. عندنا تطبيق جدا سهل، يروح المنصة عندنا ويقدم على التطبيق هذا. نعم. سواء حقه أو حق غيره بيوصله مسج بالرفرنس نمبر يقدر يراجع فيه الشخص. عندي سؤال، هل يشوفون النسبة؟
النسبة ست الثانوية العامة. شوف النسبة يعني إذا هو يسألها عن طريق البرنامج اللي هو طب وعلوم اللي هو في السبونسرشيب نعم. في نسب حد أدنى لكل تخصص. أما بشكل عام النسبة حق التوظيف هي مش في المقام الأول. المقام الأول هو الموظف كيف صحيح. خبراته وكيف الأمور. جميل. صباح الخير، عندي دبلوم تمريض وخبرة في العمل التمريض وخبرة في التأمين الصحي بس عمري 46، ممكن يقبلون للتوظيف حسب العمر؟ حسب العمر يعني؟ لا ما في حاجز حق العمر، دام هو بعد 46 سنة بعد صغير يعتبر. بعدها صغيرة نعم. تقدر تقدم عادي ما في أي مشكلة. جميل. تزورنا في المنصة إن شاء الله، وإذا حابة حتى أي استشارة نقدر نحن نساعدها فيها. المعرض بدأ اليوم وبيستمر لين تاريخ 15 لين الخميس إن شاء الله لين 15 مارس. نعم. في القاعات 1-2-3-4 في المركز التجاري. نعم. أوقات المعرض من 10 لين 6 المغرب. نعم. بس نحن وين موقعنا؟ نحن في القاعة رقم 1 محمود. القاعة نعم. رقم 1 نجاب البوابة سيدي، بندخل القاعة بيكون منصة الهيئة قدام إن شاء الله موجود. جميل. وأفضل شيء أنكم تمرون عند الهيئة قبل لا تمرون عند الهيئات الثانية على الأقل يضبطوا لك السي في. السي في يكون جاهز أي واحد محمود، حتى لو كان تخصصه مش طبي وما يقدر يعدنا استشارة مجانية نفهمه ونشرح له كيف يقدر يقدم وكيف يقدر يتكلم حتى في المقابلة. هاي مبادرة جدا جميلة محمود صراحة، ابتكار، هذا ابتكار أسمي يعني. جميل. إن أنت ما تركز فقط على الناس بيشتغلون عندك، ولكن جميل. وين ما بتشتغل أنت أنا بقدم لك النصيحة والدعم. أعتقد هذا لأن فكرة شيء. المعارض كلها كانت نعم. توظيف. هالمرة عادي أنا ضبطوني السي في مالي. حياك وين ما تشتغل محمود وين؟ لا بس يضبطون السي في. بس يضبطونك السي في. أخذوا عنا بيزات، هو موظف الهيئة لازم تاخذون عنه. خليه هدية منه. مش مشكلة يستاهل. يا سلام. يعني تحاولين يمين كريم. فارس واقف لك. فارس حليم متعاون. ما تقصر يا فارس. طبعا شكرا. لازم. يعطيكم العافية. لأن الحين بس سوين له جوائز فتبغي تدفعني بأي طريقة. أنا الفقير المسكين. تبغي تدفعني. آه يمكن. إنزين خلنا يعني نتكلم عن الخبرات اللي تشترطونها للوظائف. الشغلات والحوافز يعني بعد شوي يعني. الحوافز تكلمنا عنها بس يعني الخدمات المساندة أنا يهمني. أوكي شوف الخدمات المساندة الحوافز، شوفي أنا أول نقطة قلتها في التوظيف، نحن أكثر رقم عيننا العام كان الخدمات المساندة. هاي من أكثر الفئات اللي حنركز فيها على فكرة. نعم. من ناحية التوظيف، من ناحية رعاية، نوفر لهم حتى مسار مهني واضح لهم من يبدأ إلين ما يترقى، كيف يترقى على أي درجات وشو المتطلبات. هو من بداية تعيين عندنا يعرف إذن هو يبغى يوصل للدرجة الأعلى عليه أن يجيب الخبرات الصحة هذه وحتى الشهادات المطلوبة عنده. فالطب المساند جدا مهم عندنا، نركز عليه من ناحية السبونسرشيب وحتى من ناحية التوظيف يعتبر أولوية لنا. صحيح. أستاذ فارس أنت متواجد في المعرض؟ يسألون؟ نعم موجود إن شاء الله. خلص المقابلة بسير. أستاذ فارس هو السؤال دائما، إحنا دائما نقول نبان يعني يكون في توطين وفي وظائف المساندة. من وجهة نظرك ليش الناس ما تتجه للطب المساند أو الخدمات المساندة؟ شو المعوقات؟ شوفي أنا بالنسبة لي يمكن في البعض عنده يمكن ثقافة إن هالوظائف يمكن أقل درجة أو درجة ما لها حوافز أو ما لها مستقبل. ما لها مستقبل نعم، بالعكس هالوظائف جدا مهمة يعني من ناحية طب مساند، تغذية، صيدلة، هالأمور كلها، حتى اللي هم المختبرات، هي من أهم الوظائف عندنا في الهيئة. صحيح. من أهم الوظائف عندنا في الهيئة، هو يسمون الطب مساند لأنه يساند الطب. بالضبط صحيح. نعم. فهي من أهم الوظائف عندنا، فنحن ركزنا عليها عن طريق السبونسرشيب وحتى في المعارض هم من أولويات لنا في التعيين. صحيح. واحنا بعد استضافنا هذاك اليوم محمود تذكر آمنة من طب المساند من قسم الأشعة، هي ماسكة قسم الأشعة مركز البرشة، وما شاء الله دائما تجيب ابتكار خدمات جديدة يعني تستعد خدمات جديدة. فاحنا نبى الطاقات الشابة الجديدة تدخل في الطب المساند. نعم. عشان يبون خدمات جديدة، يبون أفكار جديدة أصلا للمجال. هاي يحتاجين منها. نعم. صاحبة الرقم الآخر 899 زين، أنا بعطي رقمك حق أستاذ فارس، يعني رسالتك وايد سلبية. ما أعتقد أن نحن في دولة الإمارات وصلنا لهذا المستوى، ما أقدر أقرأها كلها يعني، ولكن بشكل سريع أن منشوف فارس تسأل إذا في إمكانية لأن تحصل أي وظيفة موجودة. تقدر تراجع، أنا مش مشكلة زي. المنصة موجودين نحن. ممتاز. أنا أتمنى أنك تتوجهين حتى لمعرض الوظائف. صحيح. قدمي أوراقك هناك. أما لا تجلسين في البيت وتقولين أن كذا ولا ما أدري ما عندي شغل أو ما حصلت. الواحد يسعى دائما. الحمد لله نحن في بلد خير. الحمد لله يعني اللهم لك الحمد، يعني ما بقاصرنا شيء. بالضبط. ف
عموما أخوي أبو يوسف تعرف أغلب الوظائف نظام شفتات، لكن أقول وأنا مسؤول عن كلام على الموظف يدفع 100 درهم رسوم موقف سيارته في فترة عمله. هذا المواقف عندنا بلاش، نحن موجود هي الحمد لله. زين عموما أخوي فارس نحن شاكرين لك تواجدك، وايد أسئلة منور أبو حمدان، وايدين يعرفونك ما شاء الله. زين مشكور يا استاذ فارس المازمي، رئيس قسم التخطيط والتوظيف في الصحة، وان شاء الله نحن نتواصل معاكم بعد انتهاء المعرض كذلك، ناخذ الارقام والاشياء اللي صارت. وايد شكرا على هذه المبادره الجميله اللي هي عياده التوظيف او اتش ار كلينك، مبادره مبدعه جميله، الله يخليك، اتمنى لكم التوفيق فيها. وهذه دعوه حقكم مستمعينا ان تتوجهون للمعرض، المعرض موجود في مركز دبي التجاري العالمي. نرجع ناخذ اتصال من ابو احمد قبل نختم البرنامج. ابو احمد صبحك الله بالخير. بالنور والسرور يا اخ محمود، كيف حالك؟ هلا هلا اخوي ابو احمد، تفضل عندك دقيقتين. كيف حالك؟ بخير الله يسلمك، تفضل. ماشي والله، انا عندي ولد منوم في مستشفى دبي، هو على جهاز تنفس صناعي، ومن زمان على جهاز تنفس صناعي، ومشار 8 العام منوم، يعني صار له 8 شهور الحين في المستشفى. الله يشافيه ويعافيه، امين يا رب العالمين. المشكلة طال عمرك أنه هو قالوا أنا عنده فترة الأخيرة بكتيريا في مكان مجرى التنفس، الأنبوبة اللي حاطيلة التنفس، وقالوا يعطونا أدوية ما أدوية حينها، ولكن أنا ما أشوف أي تحسن لدرجة يعني المكان الأنبوبة والتنفس هذه تطلع إفرازات زيادة بلغم، نعم يعني درجة لون بلغم يعني من أصفر لأخضر شديد، وأنتوا كرامة يعني صار درجة تطلع ريحة كريهة. وانا قاعد اكلمهم يعني دخاتره الموجودين ياخذون عينه تحليل ما ادري شو دم تحليل بلغم هذا، بس ما اشوف اي تحسن. فانا ما اعرف يعني هل الاجهزه الموجوده في مستشفى في مستشفى دبي او الاحدث في دبي ما عندهم الاحدث عالميا يعني شو الاجهزه الموجوده الاحدث الموجوده يعني نحن نشوف، او دخاتره ما قادرين يعرفون شو النوع العلاج يعطونا على البكتيريا هاي. زين ابو احمد، اول شيء نحن ان شاء الله يا رب الله يقومه بالسلامه يا رب، اثنين من وسط الدكاترة هناك ما نكلمهم على أساس أن يشوفون الحالة ويعطونا كل التفاصيل فيها. زين بلاس أن يهتمون فيها، ولكن لا تحاتي، نحن الحمد لله خاصة في هذا التخصص يعني مستشفى دبي عالمي في هذا المجال، مو بنا عادي، لا في حالات صحيح. وايد صعبة عالجناها في نعم نحن وسمعنا كثيرة دكتور يا أخ محمود أن في الإعلام في الأشياء وهذا الشيء بالعكس فرحنا عنه، حصل هالأشياء موجودة في بلدنا وهذا، ولكن نحن على أرض الواقع ما قاعدين نشوف. زين نحن ما نشوف يعني الفكرة وين أبو أحمد؟ الفكرة أن ما نعرف شو الحالة الطبية، لازم لازم نطلع على الحالة الطبية والتقارير شو تقول بهذا المجال. فنحن نحول الموضوع إن شاء الله على المعنيين في مستشفى دبي ونقول لهم عن الموضوع. عندك الاسم بالكامل ميرا. زين منحول الموضوع موضوع أبو أحمد على اللجنة عندنا على طول، خي يشوفون الموضوع. شكرا لك يا أبو أحمد، ونتمنى إن شاء الله السلامة حق أحمد يا رب. الله يسلمك عافية، الله يسلمك عافية. طيب آخر رسالة إذا تسمح لي، بصراحة مستشفى راشد خدماتهم كانت مميزة فترة الاهتمام بالوالد، وخاصة السنوات الثلاث الأخيرة، وقسم العناية التطور واضح، موفقين. شكراً لك. شكراً. في عندنا بعد شيء ما قرينا لا دكتورة؟ ناصر يقول تعديت الوقت. إيه زين، شو يعني الطب المساند؟ باكر ما نخبرك إن شاء الله. يعني الطب المساند. زين صباح الخير، أنا بنتي تدرس الحين في الجامعة تخصص علوم صحية وتغذية، تصير معرض وظائف ولا تتريه تتخرج؟ تصير يهز راسه فارس. عموما شكرا لكم، شكرا لك ميرا الخفضي مشكورة، شكرا لك ناصر السليمي، شكرا لك دكتورة ندى الملا، شكرا لكم جميعا، حتى نلقاكم إن شاء الله غدا. نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.